ثم حدث أمر مذهل أصاب الخبراء بالدهشة. اللبؤة المسنة المعاقة تنضم إلى القطيع بالقرب من الجثة. إنها تشعر بالجوع لكن لا يمكنها اختراق الجلد السميك بفكها المصاب. يبدو الأمر ميؤوسا منه، إلى حين أن تفعل أحد اللبؤات أمرا ما سيجعلنا نغير طريقة تفكيرنا بالأسود. تمسك بالجثة وتفتحها لتتمكن المسنة من الوصول إلى اللحم الطري بالداخل وتمسكها بصبر. هكذا صمدت المفترسة المصابة طوال هذه الفترة. ربما اللاتي يعتنين بها هن أخواتها أو أشبالها، ومع مساعدتهن تستمر بالنجاة بالرغم من التحديات. ربما صعوبة حياتهن بالرفت هي التي تجمع قطيع الينابيع الحارة بعلاقة وثيقة.